الحالة متأخرة، طمنينا. هو مش اخويا، هو طالب عنده بابا، ما عند احنا ما عندناش ولاد، هو احنا انا وهبة بس. هو طالب عنده طبعا من احبائه يعني، طبعا بكل الناس بتحبه وبتدعيله، وربنا يتقبل يا رب، يا رب. ربنا يعني ربنا الجبار يكبرنا يا رب ان شاء الله. طيب محتاجين نطمن منك على حالته الصحية، هل الدكاترة قالوا خارج قريب؟ هل وضعه ما يسمحش ان هو يخرج دلوقتي؟ وضع الأكسجين، وضع حالته الصحية بشكل عام، يعني دور كورونا ان شاء الله بيعدي ولا الموضوع هو شوية صعب؟ احنا في خطر. انتوا في خطر. متفهماكي جدا طبعا، ومتفهمة ممكن تكون حالته عاملة ازاي. بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى له الصحة، بتمنى له انه يطلع ان شاء الله بالسلامة من المستشفى. فنانا الجميل الفنان احمد حلاوة، يا رب ترجع لنا بألف سلامة. وكويس ان احنا وضحنا ان اللي كتب على السوشيال ميديا هو احد طلابه، حد من الطلاب عنده احبائه طبعا، ولكن مش ابنه لانه ما عندوش ولاد. طيب.